مع عربي الحكاية بدت حكاية فوق بالعايشين بصدرة ربي وسط العبد عذاب الدنيا حاملين بمحبتهم غلبوا المعاند يا اخي ربي رزقهم في الحين ولي العهد لهم انزاد في عيني هم شالونا حاهم نفهمهم وكلون بالرغم سواولا لكنهم عمرهم من حاجة حرموه تعبوا عليه وقرروا الاول في كلاس وشافوه اول مرة في نجاح وشاف الدمعة في عيني مبور شاف ميمتو كنسى تتعبها اللي تعبتو عليه تشال كي شافت ولدها ناجح بعد الطريق تعبها اللي طوال ويشوف يبوه فرحان يتفوخ بيه وسط الرجال تعلم اول درس في حياته اللي محلاها تنيت الحلال وبعد مديدة ويامات في اخر التسعينات ربي سبحانه كتب مولود جديد للعائلة ينزل ليك ضويت الفرحة اللي تفات هادي يا من عالي تهداد بنية غالية مسرارة ست لكل ليت البنات عاشوا سنين محلاهم يتمناهم كل انسان صغرونتهم كبرت ونجحت زيد ولت لليت نسوان وفي اكتوبر 2004 سنين قرر عليهم يدوان رب العائلة ساعدوا حضرتوا هكاية شاء الرحمن الوقت مرار عليهم دار ما فهموش شنية اللي صار لكن هذه حكمة ربي ما عليها ملامة ما بين ليلة ونهار حياتهم صارت كوشمار امهم صارت مسؤولة على زوزي تما حربت الدنيا وعبادها كيما كان راجلها حي ما عملت شي كيما ندادها ما خمتش في العرس يا بي وحلفت حتى الماماتها اشرف راجلها يبقى كالري تعبت ناضلت قرت ولادها وما خلتهم مستحقين شي والحمل على كتفها تشيل حملت تتعب ما حملوا رجال تطلع تاخم على الدنيا قلبها بقلبها زمان شقاها الطوال وكلت ولادها الاحلال بالرغم الميزيريا والعيشة الكلبة والولد يشوف في امه كيفاش الحمل عليها ثقل كيفاش تحارب وحدها في الدنيا وماكنها الغل كيفاش لبعاد متشمطة ولا قارب ما عادش في قبل كيفاش في نهار العيد حتى عليهم مسئل حسب القهر وبكى كي الزمان عليهم تسال والدهر ورى لهم ارجع صيفاتو من بيت استحب لكره وسقفها يقطر بنده قرر يحارب الدنيا اللي بكيتو ناقم في الكل متحلف وسط ناس وعايشة غريب عالت قليبهم انطلف راضي بالقسمة والنصيب قال لازمني نحرك نتصرف نعاون امي والفلوس نجيب وتعلم ثالث درس في حياته اللي في الشدة ما ترقى قريب طلع على زوزة نسوان وقرر يسترجي اليمان ويعاون امه على الدنيا ومعاناتها رغم اللي ناجح متمان قال للقراية في لمان بالشخطه صغيرة كملت قرايتها خرج لشارع تمر تزادك ساحة الدنيا نكم تخلي بوكسي في سالة يرتاح وقت اللي يشوف الدم بشي نجم يحامي على روحه لا يستحق لخاله لا عم خدم الشانتي خدم المرمى ودار على جميع الخدم بعد تعدى بستاج السياعة في الحومة وفي الفيراجات عيشة ثق لايف مين في الساعة برشا مشاكل توقيفات كل يوم جيرة في الحومة مع المراهقين ولندات فبموتر دم الحكومة في زناقي وسط البلاد سيب على الطريق ضريعه من اللي والده علي غاب ما يكبر في عينه حد مراهق ناقم زيد معصاب كل ليلة مصبح يمان في راس الزنقة مع الاصحاب كاسك وكاسك في والكماني نحي الخنقة كي اسمع راب ومرة جرب كتب غناية وقال عاد شبيه خنمشي جريا نسمع حال اصحابي بالسرقة ضحكوا عليه وحسن مشان يدور عليه قالوا كيفاش وكوك وتحب تربي ياخي تعارك مع اصحابه والشيطان بيناتهم احضر ضرب بوني وسبانه اول مرة يطيح على القدر قال لهم تعرفوني معندي وراسي اكسح من الحجر يجيكم نهار تحفظ غناياتي ان شاء رب البشر حسب الدنيا ضاقت فيه مع الزمان متحامي فيه حاسس روحهم تعب امه لحبيبة شد الريق لو ربي هدي قال نرجع نخدم عاد شبيه واوقات فراغ وعباها بالكتيبة ويشوف في امه من الخدمة الصحة متاحة قاعدة تتهز رجع يخدم بشي عاونها وحمل الدنيا معاها يز يخدم من ستة لستة سرد البرد في بدنه ينز وكي يروح يجبد لك لمه وينحت بيه فاش قاعد يحس ومبعد بعامين جت ثورة الياسمين وقتها بالضبط عمره 20 سنة حكى باسم المتمردين وكتب كتيبة في الحين واول مرة في حياته يهبط الغناء عبت ارتيس التونسي وهوني نعيش في عيشة ساك ومبعد كلتي راح امه قال الدولة مظفك ومبعد كتب المكتوب تعرف على الحمزاوي في باقة وبدأ طريق النجاح بغنية العشرة والزكاتك
في 10 سنين موزيكا اللي صار كل في بالكم بيه وارجع لك نايت 1 مليون التوتال كي حكي علي في الاخر اختو خرجت استاذة امهم فرحانة بيها وبيه وربي حبب في خلقه على خاطر مرضي والديه كحكيت لك حكاية هذي مانيش نخرج في روحي بطل ما نحبكش تخسر لي قدوة ولا تضرب بي المثل حكيت لك مش تعرف كيفاش تعارك بشرف ما تتذل وتعرف اللي بخلف الموت الاكبر كل شي عنده حل ومن بعد ما سمعتنيش حكيت نقول لك كيف تنحي كيت خمن في حالك 10 سنين القدام مهما عكسبتك يشقيت ما نسمع كلمة عيد لازم حالي خير من توا والسلام.